الخبر الثالث اللي عدنا عن رغدة كوميديان وصول حسابها بالتيك توك للثلاثة مليون متابع، فان شاء الله الف مبروك واقبال العشرة مليون يا رب. وطبعا لا تنسوني يا حبايب انه تباركوا لها بالكومنتات. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فاول يوتيوبر اللي عدنا هو محمد جواني. فجوان نزل على حسابه بالانستغرام شوية ستوريات واللي اعلن من خلاله انه راح ينزل مقطع باكر، وهذا المقطع راح يكون مقلب بمريا، راح يكون مقطع ناري، راح تكون ستوريات شوفوها. وتيني دم اللي بشرب. اوكي يا جماعه، كيفكم؟ شو اخباركم؟ وين كنت برايب بكره بتعرف على قناه اليوتيوب؟ عملت لبعض الناس شغله بتجنن. بعض الناس عملت ولد بمريم بجنن يا جماعه، بكره بتعرفوا شو هو. بدي اسلخ لكم اياه. لا تسلخي والله بجنن. اوكي، كونوا جاهزين بكره عندنا فيديو نار. شكرا لكل الرسائل بعثوا لي اياها. جواني وين مختفي اليوم؟ بس قلت لكم كنت عم خطط على شغله بكره بتعرفوا هي كلها. فنان بتعرفوا انتم عم بيدرب صوته. ما 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 يا غنماتي. صوت احلى من صوتك اصلا. ايه اكيد اكيد. بكره بنشوف. وتيني دم اللي بشرب. الله الله. اوكي يا جماعه، كونوا جاهزين بكره، جاهزين. بدي حماس، ولعوا الجو هيك. نعم، بكره عندنا فيديو كثير مهم. كثير قوي. عندي خلص، انا وعدتكم فيديو لمريم مجنن. باي. اما اليوتيوبر الثاني اللي عندنا فيه بيسان وانس، فبيسان نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات تبي هذه الصوره المصغره واللي علقت من خلالها انه راح تنزل مقطع باكر على قناتها باليوتيوب. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شاركوا هذا الخبر وياهم متحمسين اكثر لمحمد جواني او بيسان اسماعيل. الخبر الثالث اللي عدنا عن المتابعين وكشفهم الحقيقة احمد حسن وزينب واخفوهم الاسم تقليد من التعليقات اللي عدهم. اما لسا عن سبب لانه هواي من المتابعين فهذا خفوا اسم كلمة تقليد انس واصالة. اما بالنسبة للدليل لو ندخل على مقطع نزله ونزل بيع التعليقات وروح نكتب اسم تقليد انس واصالة، بعد نروح على كلمة الاحدث اولا عم متفى التعليق وتعليق الاشخاص اللي القوا ورايا، بعد ما نفضهم زين نروح نغير الحساب عم نشوف هل التعليق اللي حيطلع للناس او لا، بعد ما نغير الحساب ونزل بيع التعليقات وروح على كلمة الاحدث اولا راح نشوف انه تعليق ما ظهر ولما تعليق هذول الاشخاص الثانيا ظاهر. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شاركوا هذا الخبر وحركة تفاهم الاسم تقليد انس واصالة من التعليقات. الخبر الرابع اللي عدنا عن تهجم المتابعين على مريانة غريب. مريانة نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات، وهذه الستوريات كانت مرقص وتسوي اشياء اغراءات. المتابعين زعجوا من عندها لان هوايه متابعين اطفال راح تكون السرقه. فاكتبونا يا حبايب بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر هل تستحق التهجم اللي تعرضت له او لا. الخبر الخامس اللي عدنا عن فضيحة مايا الجمال، قطع من الاصبح اللي دزت لي اختها وطلبت من عندي انشر عم تستحق شهرة شوية، حسب ما قالت لي انه هي كانت ويا واحد وهذا الشخص هو واحد جديد كان يسوون اشياء زائف 18، ولكن طبعا هالاشياء ما راح انشرها حاليا الا اذا هي طلعت واعتذرت من عندي، لانه هو متابعين اطفال ما رضى تضرهم، ولكن طارق الباشا نزل مقطع حط بيه اشياء زائف 18 راح احط لكم اياه بالوصف، روحوا شوفوه. الخبر السادس اللي عدنا عن نارين بيوتي ومقلب اللي سوته بامها، فنارين نزلت على حسابها بالانستغرام شوية ستوريات وسوت بيه مقلب بامها، راح احط لكم هذا المقلب شوفوه، شوفوا ردة فعل امها، شوفوا المقلب. اوكي جايز، سو اليوم راح اعمل لماما سحر. جاهزه ماما؟ تحبي السحوره؟ لا لا عادي. ركزي بالكاسات منيح. هلا هون عندنا كاستين، عندنا وحده فيها بطاطا وحده فاضيه. ما لقيتي غير بطاطا؟ ما كان في عندنا غير اوبشن. هلا راح انقل البطاطا هي لهالكاس جواتها. اوكي اوكي، بس هي بدي اياكي تلمسيها لحتى نعطيها قوه النقل. انرجي كمان، تمني امنيه. ركزي، تمني امنيه، قولي بمخك راح تنتقل. ركزي منيح، تنتقل تنتقل تنتقل. طوله هيك. اتمنى امنيه، تمني امنيه. اذا نقلت حتتحقق ان شاء الله. اوكي هلا رح تنتقل من هون لهون ان شاء الله. يلا احملها. يا ربي تخيلها. جاهزة؟ واحد اثنين ثلاثة. تقلت يا بالي. ليش انتقلت؟ شلون؟ لأن انتي مسكتية من هون في وحدة تنتين. شفتيها على هذا؟ لا والله ما شفتها. لك شلون تبعت؟ ركزت على انت عم تضغطي على ايدك. في احتمال والله ما شفتها ولا مكان. وصلوا يا حبايبي لهون صناعة المقطع، مقطع طارق الباشا، لازم كلكم تروحوا وتوصلوا 100 ألف مشاهدة وبس. مع السلامة.